Lenny! It's all I got is so bad, man. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن الشخصية المرموقة والمخضرمة ليني سامرز، وراح نذكر بعض التفاصيل المخفية عنه وبعض المعلومات الرهيبة عن هذه الشخصية الأسطورية. فتعالوا سويا نخش في المقطع. طيب، ليني صراحة واحد من أفضل الشخصيات في اللعبة، وشخصية من وجهة نظري أنا صراحة ما أخذت حقها بالكامل. وليني يعني شخص معه العديد من الأسرار الكثيرة، ويعني هذه الأسرار ما حد من أفراد العصابة يعرف بهذه الأسرار. طبعا في أحد الأسرار تقدر تقرأ عنه لما تروح لمكان ليني في المخيم تقريبا في الشابتر الثالث، راح تحصل رسالة، وهذه الرسالة عنوانها رسالة من أبو ليني لابنه. ولو تلاحظون تاريخ الرسالة يعني نوعا ما قديم، تقريبا قبل 5 سنوات من بداية اللعبة. وأهم ما في الرسالة راح يكون كالتالي: مضت 3 أيام على آخر لقاء بيننا، وتعجز الكلمات عن وصف قد إيش كنت جميل أثناء توديعي. مثل ما أخبرك دائما، لا بد أن تكون بسيط ومتواضع وذو أدب كبير. أنا أعلم أن معظم الأوقات كنت معك كمدرس وليس كأب فعلي. معظم أفعالي اتجاهك كانت أفعال مدرس وليست أفعال أب بحنية. أتمنى مواعظي ودروسي تفيدك في المستقبل والحاضر، وأتمنى مواعظي تفيدك في رحلتك لتكون خاضي. يوم الأحد القادم أنا عائد للمنزل، وأتمنى فناء المنزل يكون خالي من الثلوج. دائما دائما يا ابني أوزن بين إمتاع النفس والعمل والتعلم، لأن بالتعلم الشخص يصعد إلى أعلى المراتب. والدك المحب لك دائما. طيب، من هذه الرسالة عرفنا العديد من المعلومات المهمة عن الشخصية الأسطورية ليني، لكن أهمها إنه أبو ليني كان يبغى ابنه يكون قاضي كبير جدا، واللي ظاهر لنا إنه هذا الأمر لم يحدث إطلاقا. وعلى حسب هذه الرسالة، ليني وعائلته كانوا ساكنين في منطقة ثلجية. طيب، قصة ليني صراحة شيقة وفيها تويست وحبكة رهيبة جدا. تعال نخش في الدسم أكثر. ليني ولد عام 1881 من أب وأم كانوا عبيد أو سليفز ذيك الفترة، لكن أبو ليني كان مكافح كبير جدا. أبو ليني جاهد وكافح وأصبح متعلم ومتحضر، وأيضا تعلم كيف يقرأ ويكتب، وهذا شيء مهم جدا. وأبو ليني ما اكتفى بذلك، بل إنه علم ليني القراءة والكتابة، وفعلا ليني جاء للعصابة وهو يعني متعلم قراءة وكتابة وغيرها. طبعا زي ما تعرفون في ذيك الفترة كانت العنصرية منتشرة بشكل كبير جدا، وفي أحد الأيام أبو ليني كان يمشي في أمان الله حاله حال نفسه، اعترضوا طريقه 5 أشخاص عنصريين في حالة سكر كبير جدا، وضربوه ضربوه ضربوه لحد الموت. طبعا ليني بكى حرقة على أبيه بشكل كبير جدا، وأبدا ما تردد إنه ينتقم من قاتلي أبوه، وفعلا ليني انتقم منهم واحد واحد. وبسبب هذا الانتقام ليني أصبح مطلوب للعدالة وبدأ يهرب ويتخفى. طبعا ليني ذيك الفترة يعني كان عمره 15 عام تقريبا، ومو فاهم الموضوع مظبوط. طبعا ليني أصبح مطلوب للعدالة بينما قاتلي أبوه ليسوا مطلوبين للعدالة، فليني بدأ يتساءل ليش أنا مطلوب وهم غير مطلوبين. طلع الموضوع ما فيه إنه شرف المنطقة اللي قتل فيها 5 الأشخاص هذولا أيضا عنصري، وعنصري اتجاه ذوي البشرة السوداء. فليني يعني زعل من الموضوع بشكل كبير، وبدأ يفهم إنه في عنصرية اتجاه ذوي البشرة السوداء، لذلك بدأ يتخفى ويهرب. ولا
لاحقا التقى بدوتش وانضم للعصابة وهو وما يقارب 20 عام تقريبا. طيب ليني شرح قصته بشكل أوضح في أحد القصص التي تروى بين أفراد العصابة في المخيم، تعال نسمع سويا. That's what they called him. I mean, he could read and write, and he never worked in the fields. He was educated. His pa the same. You all right? Yeah. They were, but he was smart, my pa. And I loved him, and he taught me how to read. He taught me to judge people for what they are, not how they look. But, one thing he couldn't teach me was Well, I think I'm going to turn in. How not to care. Some drunks picked on him walking home one night. And they beat him. And killed him. So I was 15 at the time. I stole a gun. And I shot him. So then they wanted me, so I went on a run. I ran. Right till I bumped into Dutch. Yeah, my pa, he wanted me to be a lawyer. Well, I guess I've ended up working in the law, in a way of seeing things. I'd have done the same thing. I don't regret it for a second. And you got family. Right here now. طيب ليني كان واقع في حب امرأة اسمها جيني كورك. طبعا جيني كورك ما ظهرت في اللعبة بشكل كامل او بحلتها، لكن تم ذكرها في بعض اللقطات. طبعا الحب كان متبادل بين الاثنين ليني وجيني، لكن لسبب ما جيني توفت وهذا الشيء حطم ليني بشكل كبير جدا. طبعا ليني راح يتكلم عن جيني مع خوسيا ماثيوز، تعالوا نسمع سويا. I'm sorry about Jenny. Sure. Me too. I know you were sweet on her. Was it that obvious? Oh yeah, pretty obvious. I made sure we buried her carefully. I rolled back and planted some flowers she would have liked. Did you? Of course. Least I could do. Thank you. When I go, I hope they cover my grave with roses. When I die, I just want to be buried with friends. Mm. Me too. With friends or with family. طبعا زي ما سمعتوا ليني قال أتمنى لما أموت إني أدفن مع الأصدقاء أو العائلة، وفعلا يا أخوان ليني وخوسيا دفنوا بجانب بعضهم البعض، وبكذا يكون كلاهما دفن بجانب صديقه. هاشتاغ أساطير. طبعا آرثر كان يحب ليني بشكل كبير جدا وكان يهتم فيه، بل انه آرثر مورغان كان يحاول مرارا وتكرارا في ليني انه يترك العصابة من بداية الشابترات، كان يقول له يا ليني اترك العصابة يا ليني اترك العصابة، لانها ابدا ابدا ما هو المكان المناسب لك، خصوصا يا اخي انك متعلم وتقدر يعني تصير اكبر من كذا، اكبر من عصابة تراك انت. لكن للأسف الامور ما مشيت بشكل جيد إطلاقا، وليني قتل في سرقة بنك الساندينيز. ليني he's dead. Oh God, no. There's nothing we can do. We gotta keep moving. صراحة شخصية ليني واحدة من أفضل الشخصيات عندي، وأحس إنها تستاهل أكثر من كذا، وأبدا أبدا ما تستاهل إنها تموت بهذه الطريقة البشعة جدا. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن الشخصية الأسطورية ليني سامرز.
طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.